هل كنت تعلم أن الغول الأخضر شريك كان رجلاً حقيقياً ويعيش بيننا؟ لنتعرف معاً على الغول الحقيقي. إنه المدعو موريس تيلت، المولود في روسيا عام 1903، وكان يلقب بالملاك لجمال ملامحه وبراءتها. غادر موريس مع والديه إلى موطنهم الأصلي فرنسا بسبب الثورة، ولدى بلوغه 17 عاماً تحول الملاك البريء إلى غول مرعب، وذلك نتيجة إصابته بمرض تضخم الأطراف وبسبب شكله المرعب. تخلى موريس عن حلمه في المحاماة والتحق بالبحرية الفرنسية ليهاجر بعدها إلى الولايات المتحدة، حيث احترف رياضة المصارعة الحرة بلقب الغول. توفي موريس عن عمر ناهز 51 عاماً. ولدى إصدار فيلم شريك، لاحظ الكثيرون وجه الشبه بين الشخصية وموريس، لكن استديو دريم ووركس لم يرد رسميا على الشائعات بأنهم استوحوا ملامح الغول شريك من الملاك موريس.